الفريق تدريباته النهارده ابتدت فيه تمام الساعه 4 عصرا على استاد مختار التتش. بعد ما تنتهي هذه التدريبات هي على وشك النهايه، يعني ممكن خلال نص ساعه ولا حاجه تنتهي تدريبات اليوم، هيبقى فيه قائمه هيعلن عنها مستر رينيه فايلر، واحنا اول باول كده هنقول لحضراتكم الجديد بخصوص قائمه النادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه. بعد ما الفريق يطلع القائمه الخاصه به وبعدين يروح على احدى الفنادق القريبه من ملعب الاستضافه المباراه، هيبقى فيه بالليل محاضره بعد العشاء من مستر فايلر للاعبين، وبالتحديد الكلام فيها هيكون على نقاط القوة والضعف بخصوص فريق بيراميدز وكيفية مواجهة هذا الفريق والتعامل معاه خلال مواجهة الغد. وخصوصا ان مستر فايلر بصراحة خلال الفترة اللي فاتت دي الكام يوم اللي فاتوا درس فريق بيراميدز بشكل جيد، من خلال ايضا ايه من خلال بعض المباريات اللي شافها للفريق ده محليا وافريقيا، وبالمناسبة هم ماشيين افريقيا في الكونفدرالية بشكل ممتاز، واعتقد هم المرشح الاول للفوز بالكونفدرالية هذا الموسم، واكيد بنتمنى لهم كل التوفيق لان هم فريق مصري في الاخر، لو فاز بالكونفدرالية هيبقى شيء مميز جدا، لكن طبعا طبعا ما بنتمناش ليهم التوفيق خالص بكره، والاهلي باذن الله هو اللي يكون موفق في مواجهه الغد. فيما يتعلق بالاصابات، الجهاز الطبي بيؤكد جاهزيه احمد فتحي واجاييه قبل مواجهه بيراميدز، واحنا عارفين احمد فتحي قبل مباراه الهلال كان عنده كدمه في الكاحل، يعني تعافى منها خلاص بشكل كامل، وامبارح شارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي واصبح جاهز للمشاركه في مباراة الغد طبقا للرؤية الفنية لمستر ريني فايلر. نفس الحال بالنسبة لأجاي، أجاي كان عنده نزلة برد قوية غاب عن التدريبات وأولى استعدادات النادي الأهلي لمباراة بيراميدز، لكن تواجد امبارح في التدريبات بشكل جيد، والنهارده أكيد كمان متواجد في هذه اللحظات، وبإذن الله هو جاهز بشكل تام لمباراة الغد أمام بيراميدز. بالمناسبة نسب كبيرة جدا أليو باجي هيبتدي مباراة بكرة. خلينا نكمل ونتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيظ وبخصوص قرعه ربع النهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، وده حدث مهم جدا بالنسبه لنا، وكلنا مترقبين بقى وكلنا عايزين، يعني البعض عمال يتوقع احنا هنقابل الترجي، لا هنقابل سان داونز، لا هنقابل مازيمبي، وانا عاجبني قوي بصراحه يعني جمهور النادي الاهلي وعقليته بخصوص التمني في الفرقه اللي هيواجهها في ربع النهائي. وفئة كبيرة جدا من جمهور النادي الاهلي بيتمنوا ايه؟ بيتمنوا سان داونز، عشان يعني المباراة الصعبة علينا كلنا بتاعت السنة اللي فاتت وفوز سان داونز على النادي الاهلي بنتيجة كبيرة، ففي نفس الوقت عايزين تبقى مباراة رد اعتبار، ودي سمة أساسية عند جمهور النادي الاهلي، والسمة دي أكيد موجودة عند لاعيبة النادي الاهلي، فالشيء بالشيء يذكر يعني. بالمناسبة كابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي مدير الكرة والمدير الإداري للفريق هيحضروا قرعة ربع نهائي دوري الأبطال مساء اليوم، واللي هتبتدي فيه تمام الساعة 7 مساء، وهيتخللها أيضا قرعة بطولة الكونفدرالية، وهنشوف الأمور هتستقر على إيه بالنسبة للنادي الاهلي النهاردة بالليل بإذن الله. وأيا كان أيا كان الاهلي هيقابل مين، فالاهلي جاهز لتخطي اي عقبه، وفي الحقيقه كل المباريات في بطوله دوري ابطال افريقيا هي عقبات مختلفه لازم تتعامل معها بالشكل الجيد وبالتركيز المطلوب وبالروح المطلوبه عشان تقدر تحقق هدفك في النهايه وتقدر تفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، فالاهلي بينتظر اي منافس نعرفه بالليل باذن الله.